الصور لا تحتاج إلى تعليق، ولكن إذا بغينا نضيف لها بعض الصور البلاغية الكلامية وما نقولش الشعرية، فهاد الدورة أعطينا فكرة على مدينة الرياح، مدينة بنغلور، مدينة الصويرة، مدينة السمك والسردين، مدينة الحيك كما كنا نسميه الحيكولوجيا، مدينة قناوة، مدينة أربعة فصول، مدينة الرياح الأرياح كما كان يحلو لنا أن نسميها بعض الأحيان، مدينة الهدوء، مدينة التقاعد، مدينة الشباب، مدينة المزيج ديال شلحو عربي تيعرفو ربي، حاحا الشياد ما حرف الشين، شياد ما شلوح، مدينة الجزيرة أو الجزيرة أو الجزيرة، فيها واحد الطوير واحد الكاسر سميتو أفالكاي. بحال الباز بحال كذا، مدينة عوا ولا ديك المحل ديك الجزيرة، في واحد المحلية جميلة فيها مجموعة من الحيوانات منهم طائر النورس الدويلة، مدينة الرمال الخاصة، مدينة واد القصب، مدينة الديابات، هناك من كان يربط هاد الديابات كان شي وزين تاع السكر تمايا وشي طبيب وشي حصة كتسمعها من مواليها. مدينة الجمال، الأرقان، التعاونية ديال الأرقان، مدينة واحد الفترة من الشباب ومن الكهول أيضا، ومدينة لي بالحب كما أنا مدين لها بالعشق. ونتمنى شي مرضي الوالدين يشوف هاد العجب هذا ويبارطاجي إلا بغا.